بكم في قناتكم ميس امول. مرحبا متتابعي ديال القناه، مرحبا بكم في مطبخ ميس امول. اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي تونسيه. يعني انا من خلال مطبخ ميس امول نحاول انني كل مره نجيب لكم وصفات تونسيه باش الواحد يكون عنده واحد تنوع، يعني في بالنسبه للمطبخ، بالنسبه للثقافات ديال المطبخ، حيتاش المطبخ هو ثقافه في حد ذاته. اذا سكسو حنايا في المغرب كنعملوه بطريقه، في تونس حتى هما عندهم سكسو كيعملوه بطريقتهم هما، في الجزائر نفس الشيء، في ليبيا، يعني كل بالنسبه للمغرب العربي كل بلاد عندهم سكسو، يعني من بين الاكلات المشهوره، لكن كل واحد عنده الطريقه ديالو خاصه، وكاينه كل بلاد عندها البصمه ديالها. بالنسبه كما نقولوا في المغرب سكسو بسبعة خضاري، جيتكم سكسو بسبعة خضاري. ها هي الخضرة اللي غادي نستعمل بالنسبه للسكسو. عندي القرع، خديت القرع الاحمر، هو غادي نستعمل هذا القرع، هذا القرع اخضر. هذا بالنسبه لهذا القرع يعني ماشي موجود عندنا هنايا بكثره، من غير الاتراك ما تلقاش يعني في بلايص اخرين، يعني مشيت حتى عند واحد تركي كالعاده باش كتشري ديك الحاجه، ديك الشهيوه اللي تبغي تعملها. هذا عندي هنايا الكروم، الكروم موجود يعني فما كتمشي كتلقاه. الخيزو، لي كاروت بالتونسيه خيزو يقولوا له السناريه، بما ان حنايا يعني سكسو تونسي، باش نعطيكم واحد الفكره يعني كيفاش الاختلاف اللي كاينه في بعض الاسماء ديال الخضر، ماشي كلها يعني بعض الاسماء. اذا الخيزو السناريه كيقولوا في تونس. هذا عندنا هنايا اللفت، خديت هاد اللفت ديك الكواري ديك المدور، هادو فليفلات ضروري منهم بالنسبه للسكسو التونسي، ضروري ديك الفلفل الحار هذاك في الاخر هو اللي كيتقلى وكيتزين به البلاطو ديال السكسو. غادي نستعمل هاد الفول، الفول هذا راني رطبته وعملته شويه تسلق في الماء، راني سلقته غير شويه هكا في الماء صافي، يعني ماشي طايب مزيان، يعني مازال قاصح باش غادي يطيب من بعد مع اللحم مع الخضره. البصل عملت، قطعت هنايا عندي البصل الاحمر هو اللي قطعته، وهادو ثلاثه ديال البصلات غادي نعملهم هكا صحاحين في مع الخضره، راه كيجيو بنينين وابار انهم صحيين. وانا بصراحه يعني لا راجلي ولا ولادي كيعجبهم هكا البصل يعني مكمول طايب في السكسو. غادي نحتاجو شويه ديال المعدنوس. بالنسبه للحم انا عندي خديت اللحم الغنمي هو اللي غادي نعمل به السكسو، هذا هو السكسو اللي غادي نستعمل، سكسو تاع سكسو دياري تاع العولة، سكسو هذا جايبه معايا من تونس. اذا هذه هي الخضر اللي غادي نستعمل، تقدروا تعملوا اكثر من هذه الخضر، هذه انا هذه هي اللي متوجده عندي يعني في الدار، هي اللي غادي نستعملها وفيه البركه. نسيت ما قلت لكم شيء بالنسبه لهذا الفلفل، هذا حتى هو غادي نعملو في السكسو. ملي غادي نحط البصل غنحطها هي تتقلى باش كيطلق ديك واحد النسمه اللي هي كتعطي واحد البنه للسكسو. اذا هذا بالنسبه للخضر. دابا غادي نمشيو بالنسبه للتنسيم، كيفاش غنسمو حنايا هاد السكسو ديالنا. بالطبع يعني اول حاجه الملحه، هذه ضروريه منا. غادي نسمع ثاني بالسكينجبر، الكركم، هذا عندي هنايا كليل وزعتر مخلطين مع بعضيتهم مرحيين، كليل وزعتر. غادي نعمل واحد المعلقه صغيره ديال كليل وزعتر في السكسو، راه كيعطي واحد البنه اللي هي هائله مع هذا الفلفل، هذا سبحان الله كيعطي واحد بنه خاصه. بالنسبه لهذا الفلفل انا راه عندي يعني عندي هكا وعندي هو مرحي، يعني نقدر نستعمل هذيك الثقله مع البصل ولا نعمل هذا مرحي وصافي. بالنسبه للسكسو دابا باش غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله، باش غادي نشوفوا الطريقه. هي الطريقه بصراحه راه ما كتختلفش بزاف على طريقتنا حنايا، كاين واحد الاضافه اللي هي ما قلتكمش عليها، هو انهم كيستعملوا في تونس الطوماطي كونسونطري، يعني السكسو كيستعملوا الطوماط كونسونطري شويه بزياده. حتى في المغرب كاينه بعض الجهات اللي كيعملوا ديك المعلقه هكا صغيره ديال الطوماط كونسونطري، لكن في تونس يعني سكسو
هو فيه بزاف ديال الانواع، كاينه بزاف ديال الانواع ديال السكسو، لكن السكسو اللي غادي نعملو حنايا بهذه الطريقه هذه غادي نعملو فيه تقريبا 3 معالق كبار ديال الطوماط كونسونطري. اذا بقاو معايا ان شاء الله بعد الفاصل باش غادي نشوفو الطريقه. بالنسبه للزيت ما قلتكمش على الزيت، انا غادي نستعمل زيت العود، يعني زيت الزيتون. هذه عاد شريتها غادي نجربها ونشوف يعني واش الزيت مزيانه ولا لا، غادي نجربها اول مره نطيب بها. اذا صافي نمشيو مع بعضنا باش نشوفوا الطريقه ديال السكسو التونسي. بالنسبه للطريقه عاديه، اول حاجه كنشحروا البصل مع زيت الزيتون، ومن بعد كنزيد كنعمل القمه ديالي كلها، كنحط الفول حيت لي الفول يابس كياخد شويه ديال الوقت، واللحم الغنمي في ساعه ما كطيب باش يطيبوا اون باراليل مع بعضيتو. ومن بعد كنعمل الطوماط كونسونطري، نشحر هكا شويه مع بعضيه الثوم اللي كتدخل فيه العناصر مع ديك الفواح وهادي كينسجموا وصافي. ومن بعد كنمرق، كنعمل كاس ديال الماء، لامبا كبيره ديال الماء هي اللي كنمرق بها في الاول حتى كيتغلى مزيان مزيان، عاد كنمرق كثار باش كنضيف الفول. السكسو حيت انا هذا عندي ديال العوله، يعني كنعمل الماء اللي كان يتغطى بالماء، ومن بعد كدوز واحد 5 دقائق 10 دقائق كيشرب ديك الماء كله صافي. يعني هذيك اول واخر مره اللي كنعمل فيه الماء، مش كيما السكسو الاخر خصنا 3 المرات حنا نرشوا عليه الماء، غنخلي غير حتى غادي يشرب مزيان وصافي وغادي نحطو يتفور. هانتوما كيما قلت لكم قبيله، هذا السكسو يعني حطيت عليه غير الماء، ها هو شوفوا كيفاش شرب الماء، شوفوا كيفاش الحجم ديالو الدوبل. دابا صافي غادي نحطو، شوف تبارك الله، ها هذا يعني صافي نحطو يتبخر صافي. هنايا انا زدت كاع الخضره، كلشي ها هو كيتغلى مع بعضو. اخر حاجه اللي زدت هي ديك شويه ديال المعدنوس، بقاو معايا باش نشوفو الشكل النهائي. وصلنا لنهايه الوصفه ديالنا، هانتوما كتشوفوا سكسو كيشهي، سكسو تونسي معاه كويس تاع اللبن، بالطبيعه ضروري اللبن يكون واجد. ندوخو سكسو كيفاش جانا، هي الريحه بصراحه عاطيه، بسم الله. يا سلام، ما نقولكمش جا واحد البنه ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، هذه هي ما كاينش بزاف اختلاف ما بين سكسو المغرب ديال تونس، غير كاينه حاجات اللي كما قلت لكم يعني غادي تكون تزيدوها كاضافه باش كيجي لك المطعم اللي كيعمل الفرق ما بين سكسو من بلاد لبلاد.